عام 2005 سنة الشهادة، عام 2006 ومن هذا المنبر الكلمة الحرة أتوجه للشعب اللبناني ودول المنطقة وشعوب العالم متمنيا السلام لجميع شعوب الأرض. وكما القول ما من شيء أعظم من أن يبذل الإنسان ذاته عن الآخرين، هكذا هي الشهادة. فالشهادة لله والشهادة للوطن، فكيف إذا كانت لله للوطن وللإنسان؟ وبهذه المناسبة ألقي قصيدتي بعنوان صرخة بطل، تحية إجلال وإكبار لروح الشهيد جبران غسان التويني شهيد الكلمة، وعن نفس شهدائنا الأبطال وعلى رأسهم دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري شهيد الوطن. جبران التويني على صوتك يا بلادي كلها، جبران التويني على صوتك يا بلادي كلها، معك باقي ومش وحده عن أرض ما بيتخلى، باقي مثل الأسطورة يحاكي الناس المقهورة، صوت الحرية بلبنان ينادي كل المعمورة، جبران بشرب لحده، جبران بشرب لحده، وسع لسمي حده، ومن تحت تراب الأرزات شارك لبنان حداده، ومن تحت تراب الأرزات شارك لبنان حداده. جبران جبران نايب عن شعبه، دافع واستشهد قلبه، مجد العز ما بينطال، عهده وإيمانه بربه، ومهما منا يغتالوا، مهما منا يغتالوا من لبنان وأجياله، مهما منا يغتالوا من لبنان وأجياله، بيبقى الشعب اللي ما بيهتز أركانه واستقلاله. ينعاد على الجميع سنة خير وبركة وسلام. شكرا لك، شكرا لك الشاعر ياسر لبكي.